هلا هلا بخالد أندرين؟ من لزق بحبابة نص أصحابة. شوفي ترى يعني أنا لازم أقول لك يعني شغلة. أنا أول كنت عزابي، الأمور الآن يعني الأمور هالحين شوي تغيرت، يعني أنا الآن متزوج ومرتبط، فيعني لازم تفهمين إنه العلاقة لازم يعني توقف عند حد. مقدرة وحاسبت لك حساب، بسم الله عليك، لا تخاف ماني بمقربة منك. أنت الحين منين تكلمين؟ لا تخاف ماني بمكلمتك من البقالة، أكلمك من بيتي. ما شاء الله ما شاء الله، ركبتوا تليفون؟ اي نعم، وحنا يا الضعوف صار عندنا تلفونات زيكم. مبروك مبروك، تستاهلين. الله يبارك فيك، ما زنيت على ابو سعدون الا عشان يركبني تلفون عشاني. عشاني؟ عشان اوصل لك. اسمعي البندري. يا لبيه قلب البندري. لازم تعرفين الان ان الموضوع يعني الموضوع الان يعني موضوع مختلف، ولازم تقدرين ظرفي. أنا الآن في وضع يعني وضع مختلف، ولازم تقدرينه. يعني هذا غير أني أنا مشغول، والله العظيم يعني أنا مشغول بطريقة حتى ما أقدر يعني أحك شعر راسي، والله العظيم أني ما أقدر أتنفس. الله يهني من كتم أنفاسك. لا بس يعني شغل يعني. أدري إنه شغل الله يهني من يشغلك عنا. على العموم خالد أنا لازم أشوفك الحين. الحين؟ لا يا بنت الحلال أنا ما أقدر. إيش اللي ما تقدر؟ لازم أشوفك الحين. أقول لك أقسم بالله العظيم إن أنا الآن ما أقدر. وش قاعدة تقولين أنتي؟ أجل أنا اللي أقدر. شلون يعني تقدرين؟ أطلبك على تلفون بيتكم، ينادونك وأقول لك اللي أبي. لا 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 لا، مجنونة أنتي، مجنونة. والله العظيم إني أنا مرة ظروفي صعبة. معناتها خلاص ما نتواجه؟ كنت أتسلى بمشوشة لين تجي المنقوشة؟ اصبري علي شوي، خليني أشوف وش ظروفي وأرتب وبعدين أشوف. بس والله أنا ما أقدر أجي، والله العظيم أنا ما أقدر أجي. أجل شوف لك صرفة وأبغى أشوفك الليلة. طيب خليني أشوف بعدين أرتب معك. يلا أرجوك.